دام انجرح قلبي وخبني دام يهوى الحزن دي خيم على جسمي طحن عظمي طحين من شدة الأحزان قد صارت عيوني باكية على فراق الشيخ مبخوت تاج رأسي والجبين الشيخ مبخوت ابن يحيى ذي شروعه قادية النشمي اللي فارق الدنيا وأهله والبنين من بعد ما سافر إلى الأردن مشافي راقية وأنا مرافق له ويأنس جانبه في كل حين. المستمع الكريم هذه القصيدة من كلمات صدام عبد مقبل العياني تعزية ورثاء بعد وفاة الشيخ المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم مبخوت يحيى ناصر المشرقي من كبار مشايخ حاشد رحمة الله تغشاه. القصيدة يعزي فيها أولاد الشيخ مبخوت والأسرة جميعا يعني وحاشد وعمران واليمن كافة يلحنها أبو مهران ويعزفها أبو هشام مع تحية تسجيلة كومالي دمار الجمهورية اليمنية. واصبحت بعد الشخصيه
ضاقت الدنيا على وقلبي ودمعي ساقية، واصبحت بعد الشيخ فاهي أشباك حزني كسي، والحزن أشعل داخلي نيرانها عمر ناسية، والقلب بعد الشيخ ما بخوت ما توقف الحنين، الشيخ ما بخوت من بعيد جودات وي الإنسانية، رمز الشمامة والكرام والجود والطابع الحسين، الشيخ ما بخوت منبع الجودات والإنسانية، رمز الشهامة والكرم والجود والطبع الحسين، الله يرحمه. الشيخ ما بخوت من بعيد الجودات وين الإنسانية، رمز الشهامة والكرام والجود والطابع الحسين، هو من شيوخ حاشد ولي عزة وليت به عالية، ثائر من أفضل يشهد التاريخ له عبر السنين، فيه الوفاء والقبيلة رمز الرجال الوافية، له قدر في حاشد وفي مواقفه فيها الوفايا والحكمة الإيجابية، في كل موقف يجتهد والناس عنه راضيون، قدام جرح قلبي دايم يحب لكل وائل معروف، وحنا الشاهدين كل القبائل والمشاوير من رحيل قافية، وكخسارة قادعة عند القبائل أجمعين، وحاشد وعمران واليمن الله يرحمه، يلحنها أبو مهران ويعزفها أبو هشام مع تحيات تسجيلة الكومان زمان الجمهورية اليمنية. I'm gonna make you mine.
صلاتي عليك.